انت ديرها 3 شهور و 26 يوم. ثلاث شهور و 26 يوم وباكي يدير ليا كتانه وكرطونه. انا نوريك الضربه اللي دار ديك يدير دير اللويه وكيقول لي راه عاد برعات ما تخمم والو عاد تشتم عليا وعاد الساعه ندير لك الزربه نذبح لك عاد روسها كيهند فيا هو. وقال لي نجيب لك الشراب تشربيه. كون جبت لي الشراب جاب لي الشراب قلت لي لا انا مريض ما باغيش هذاك الشيء. كون جاب لي الشراب وشربته كون حفر لي بابا راه ودفني في التراب وفي السوق وريره راه ما كاين لا غاشي لا ماشي. الظلمه الفيا راه كون كنت نعس كتسمع في البحر كيرش كيضرب كلام وتحت منها القطنه تحت منها القطنه انت داير ليا كرطونه وكتانه انت اش داير ليا وليد انا لك مش عاد جراري حدا الواد حدا حي الصناعي وما بين حي الصناعي والمشروع انت اش داير ليا عاد جبر ليا ديك الضربه غادي نرجع لك هاد الشبيه العظام ورينا غنشوفو اذا انت اش داير ليا هادشي عاد جاي ليا مضروب من الداخل ما كاناش ضربه من البطن انا راه البوبي السم قال لك مصاب من منطقه شادو خينا 3 شهور و 24 يوم هو 26 ولا 24 هو حابسو. وكاين واحد السيد دابا هو دابا هذا السيد تجاب لي واحد العون قضائي شي عكاكز طالبو كان ديز من تما عون سلطة جاب ليه شي عكاكز ديز واحد السيد تلقى لي قال لي يا ودي غتمشي الله يرحم باك غتمشي عند اختي راه في البلوك 19 غتقول لها راه خوك هاللي واقع ليه وهاللي واقع ليه. عيطت لي اختو جينا عنده باللي جينا عند السيد لقيت مع انا لقيت مع هذا السيد اللي داير لي الحز اللي حابسه سمعتيني هذا اللي داير لي الحز باللي جينا عنده هو كيقول لي عود حيت هذا كيخاف كيموت منه كيموت منه ما كيقدش ينفنف هذا خايف ما ماشي هي هذيك باللي جينا قال لك ودي راه ضاربني عود قول عود قال لك هذا الشيء اللي كاين باللي مشينا رجعنا السيد اللي صيفطوا عندنا قال لنا انا غنتشهد وغترجعوا راه غتلقاو بوحدو تما وغيعاود لكم الصراحه. رجعنا مع ثلاث سعود ولا العشرة قال لك اودي وقال لنا كنبيتو عندي في الدار وحنا بلي رجعنا لقيناه مع البهيم اللي قال لك مع البهيم حتى البلاصه غتمشيو تشوفوها دابا سمعتيني هي هذيك باللي السيد هضرنا معاه قال لك راه ضاربني وراه اللي كاين واللي كاين راه قلت شي حاجه ولا قلت لشي واحد شي حاجه راه غيقدر يقتلني ولا دمني. وكنشكروا السي الحموشي وكنشكروا حنا كنموتوا على البلاد ديالنا الله يرحم ليهم الوالدين اللي تدخلوا في هذا الخط ديال هذا السيد الله يرحم ليهم الوالدين وكنشكروا خويا انا كنت خدام عند ذاك الراجل ما بقاش بغى يخلصني ما عجبنيش الحال شنو كيفاش عرفتيه وكيفاش كنت كنخدم معاه وما كيبقاش يخلصني كنزيد لبلاصه اخرى كيتلقى عند البقر كيتلقى ليا كيقول لي رجع تخدم ولا ما رجعتيش غنفش لك الرويض ونحرش عليك انا ملي كنخاف في البقر كنجيب ليه الخضره البهيم ومن ما كيبقاش يبغي يخلصني كنزيد بحالي قهرني زدت عند واحد الراجل يلاه مشيت عندو ما بين العشاء والمغرب مشى ليا هو ما عرفت واش جبد معايا بزرواطه الرجل طحت ناض ولدو كيضربني على الكتف خطرتين بر جابني للسبيطار دار لي عمليه من قلت ليه اش قالوا لا قال لي راه قالت لي الطبيبه غادي ندي على الطبيب عنده جوج عصبات غادي يقادهم لي هو مع الصباح جابني لدارو بالتعذق مع الصباح قال لي عندك عند الجراري قلت لي اللي درتي عسير على الله داني عند الجراري الوعرية كتانة والكرطون والفاصمة جا داني عشة بركني فيها في الخلاق بركني هاكايا بقيت بارك ما عنديش العكاز كنقول لي جيب لي العكاز علاش نعكز كيقول لي راه مشيت ما لقيتهمش راهم غاليين اللي معايا من الدراري كنقول لي خويا جيب لي عكاز علاش نعكز كيقول لي واخا انا نجيب لك من كيسمعوا هو كيقول لي لا ما تجيبش لي الا جبتي لي راه غادي يمشي يدعيني غيغرقني في الحبس وقال كيقول لي اللي يسولك قول لي راه ضاربني عاود ما ضاربكش انا كيقول لي قول لي راه ضاربني عاود هوش عنده باش كتخدم معاه شنو اعطيني كرويله وعاود وكندور نجيب لي الخضره مع الخضاره هو فيرما عدوش فيرما حاطها في الخلا في الخلا في ملك عباد الله بالبهيم ديالو سميتها هاد البلاصه هاد المطراب حدا بوحده حدا الوحده تحت الريح ديال بيتي ملي ضربك شحال وانت بقيتي عنده تما اخويا حاسب بالنهار اخو 3 شهور و 26 يوم بقى شاد والتصويره الاولى
اللي دار ليا بعث عنده من قلت له ودي راه رجلي ما براتش راه هي ديك التصويره اللي درنا قال لي راه ما عارفين نلاحوها ولادي قال لي ودروها وجا نديروا واحده اخرى وفين ما كانت تمشي عندي اختي وراجلها يشوفوني من صيفط لي واحد الدريت هضره شهر وربع ايام شهر و24 3 شهور و24 يوم ضربتها عدو عاد ديت واحد خينا قلت ليها خويا واش كتعرف فلان تعرف فلان قال لي قلت لي سير قول لي ما ودي راه خوك راه مهرس عاد جا وعدي ومني تم مهرس وكان شادك اه وشادني شادني بحال مخبيني في واحد العشاء في الخلا كيضل مقابلني مقابل اه مني بحال كويش تبرات مع البراش مع البراش كنقول لها فلان راه خاصني نمشي ندير عمليه واه فلان راه خاصها راه الحديده كيقول لي لا راه غاديه تبرا غاديه تبرا ما يكون باس بقيت بحال كل يوم غادي نقول له اشري خاصني الفاني تجيب لي الفاني كيقول لي انت واحد 10 ايام انا ما براتش انا عندك الطبيب نديرو عمليه غادي نجيب لك الدواء كذا ما كذا دارت الاخبار دارت الاخبار ملي دارت الاخبار عاد دابا ولا باغي يدير ليا باغي ندير ليه تنازل باغي يبرد القضيه مصيبتنا في الشيخ وانا 3 شهور 26 يوم ضاعت ليا في حياتي ورجلي مشات ليا ما بقات عندي حياه ما بقى عندي والو رجلي ما كنحطهاش لما كان العكاكاز ما كانتجي انا راه لعنكم كان عندي العكاكاز نهار الاول راه الشتاء والبرد نقدر نزيد مع الجوج ديال الليل 12 نمشي الطريق ونجي عند اختي وراجلها غيمشيو يديروا لي حل ديك راري ويداويوني بقى مستعمرني ومعصبر بقى شادك تما 3 شهور و26 يوم كتقول لي راه باغي يمشي عندي كنقول لي راه باغي يمشي كيقول لي لا بلا ما تمشي كيقول لي تاتا تهرست عاد مشيت كيقول لي ما يرضوش بك وكيقول لي راجل اختك عارف وجيعان كيقول لي ما يحملكش عايش عليك في الليل حالك نقول لي لا غادي نمشي كيقول لي لا ما تمشيش وما استعمرني اي شي واحد كيقول لي ديه الطبيب راه الحم غادي برا غير سقع على العظم راه ما عيبراش وقال لي العساس اللي كيعس في هذا الباب السبيطار ديال الحسنيه سيكيريتي ودعو كاشا وكون ما لقيت الخير في هذا المقدم الله يجازيه كيقولوا لي زكريا ولا جاب لي العكوك زاد وما بغاش يجيب لي العكوك كون بقيت طايح الان واجا بلا درت العكوك زاد وخرجت وهي كنتفربص في الطريق تشد هذاك خينا تقلتها لي عاد جا قال لاختي وراجلها عاد مشاو ليا جابوني جابوني اليوم وانا مشيت دابا درت واش انت ملي كنتي مشدود آه. هو كان شادك سحق لا راه شادني سحق باش شادني سحق العنو ما عنديش الرجل اللي غنشتف عليه ما نزيدش والغيث والشتا جرب من راسك حتى دابا واش تعتم غادي على يديك وكينزل الله يكون العكاز كينزل الله والشتا ها الراجل تجاب لي العكاز وليت كنخرج شويه عاد شافوني الناس شافوني الناس من شافوني الناس جا قال اختي وراجل عاد جا مشي اليوم درت تصويره وديك راري ها انت خويا تشوف انت راه رجعنا مشي للكوميساريه مشي صيفطونا للسبيطار السبيطار راه بعيد دابا ما عارف والو انا يا قاري سميتي ما عرفت دابا ما عادي حتى التليفون مدرسه شنو درتي المحضر درت المحضر درت كل شيء مشاو ومشاو لهذاك خينا ملي قلت لهم ها هو ها هو لقينا كاين بالكروسه كيجمع بالخضره خلى الكروسه وهرب تبعو البوليس مالك طوش معاش هادشي طرا تقريبا اخويا من ورا الظهر مع شي جوج ديال النهار هرب للبوليس هرب ليهم هرب ليهم ما شدوش هرب ليهم زاد خلى الكروسه حتى طوار وزاد وشدينا واحد خينا راه شاهد بالله راه كيشوفني طايح تم ورا الرام ديال البشر شاد ليا شحال ديال الناس كيقول لي تداربك سير دعي تمالو يقول لي مالك نعجه جا دارك شرويطه وخشاك بعشق انت ملي حجاز ملي ضربك في الاول شنو السبب اللي خلاه يضربك ويهرسك هذيك التهريسه كامل ضربني بالليل هذاك السبب انا ما عليا ما بقي انا مشيت لهذا الراجل بغيت نخدم معاه حتى جا ليا ملي جا ليا بالليل كيجبد الزروات ما كتعرفش عنده حتى كيجبد الزروات هذا الرجال شيط طح رجيت دار قلت لي المهم تهرسيني صافي هدا تحاف اللور ناض ولدو تهز خطرتين طاح لي على كتفي علاش وانا طايح محض جاي هو وياه تهز ضربني كتبي على خاطرتين ناض هو ضربك شاو اه ولدو تا هو ضربني ناض هزني في الطوموبيله جابني السبيطار ديال الحسنيه تقريبا مع 11 عند العشاء نقول 11 تاع الليل جابني للسبيطار صافي دار ليا الفاس ما دار ليا البلاكا جابني لدارو نعست فيها مني مشينا على الجراري قال القضيه صافي راه برداني للخلا ديك العشاء البرد والشتا كتكب عليا راه كنت تشوف ديك البلاصه حياتك من راه حوايجي باقيين تم وكاينين ناس شاهدين معايا تم قال لي انا مشيتي دعيتين شاهدوا لك بالله كنجيب لك تاكل هو جي ما كنجبرش باش نحسنه كيجيبوا لي الناس ماكينه كاين شادك تما صحتك شادني صحق باش شادني صحق ما باغيش يجيب لي هذا راه دابا تقول لي نوض قال هي على رجلك ما نحطهاش واش انا عندي مشاي 4 كولوميت 6 كولوميت من الرياض حتى المشروع والخلاق والسوق المشتى طرا لي تحت الرياض حدا الشعيبات حدا المطراب حدا الوحده كطالب دابا الوليد شنو الطلب ديالك الناس
والسلطه والجميع يوقفوا معاك. الله يوقفوا معايا على حقي انا، راه مشات لي حياتي ضاعت في رجلي. باقي ما مشدوش هو. هو راه تبعوه هرب باقي ما مشدوش هو. كتشوف لي انا ما ندير لا تنازل لا والو، كما كمدني خاصني نكمدو. انا صحتي مشات، انا قلت استنى نشربو صافي ما نبقاش نتعدى. راه يقتلو راه العنق كيقول لي لا قلتي ليهم غنقتلك. كيسولني البراني مالك، كنقول لي ضربني فلان غيمشيو يديك راري، كيقول لي قول لهم واعاود حالو. شكرا. دابا بيت انا والدري عاد صاحبتي. دابا هما دابا الناس اللي ضاربينو راه ماشي دابا، ماشي الناس كي مش كيمشيو للدار عندي وكيرجعو حاليين، دابا راه كيمشيو. انا كنتمنى من المحسنين والجمعيات وسيدنا والحموشي يوقف مع خويا، الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي بغيت، حنت الحاله اللي انا شفته فيها واللي لقيته فيها ما لا اله الا الله. والمشكله كيخاف منه، كيخاف منه، كيخاف من هذاك السيد، كيخاف منه. هادشي اللي كاين. الولد اللي جا عندي المحلي اللي جا كيسول عليا وجا قال لي خوك راه مكان يعني 3 شهور وهو جالس. المهم هو ما حددش ليا 3 شهور، قال لي خوك راه خرج، راه ما كانش عنده العكاكز، راه كان واحد شادو ضاربو وما كيعطيهش العكاكز باش يخرج، سمعتي؟ ودابا قال لك يا راه دا شي مقدم وعطاه العكاكز يعاود ليه خويا. دابا قال لي سير قول لاختي هاد، قول لها تقول لها انا دابا بغيت نخرج من هاد الورطه اللي راه مرطني. دابا خايف منه، خايف اللي يعود يخرج ويسب فيه شي حاجه ولا الله اعلم. المهم كيخاف منه، كيضربو الله اعلم كيفاش، ما فهمتش انا كيفاش كيوقع ليه. المهم ملي ضربو مشى دار ليه هذيك الجبيره، هادشي اللي كاين، دار ليه الجبيره وجابو. وكون عداواه كون عالجو كان ما دار ليه حتى شي حاجه. المهم الولد مني مشيت عند خويا وهضرت مع السيد، مشيت عنده قلت ليه خويا الا كان ضاربك شي واحد خاصو يتخلص، نعيطوا للبوليس يدير لك حقك. قال لي لا راه ضاربني على العاود، قال لي الباطون ديالو لا راه ضاربو على العاود. وانا مشي للدار، جا عندي داك السيد نفسه رجع قال لي ما ضربتش عند خوك، قلت ليه مشيت. قال لي شوفي، قلت ليه راه قال لي لا ضربو على العاود، قال لي خاف منه سيري رجعي راه ما غيقدش، راه خايف منه. هو خايف دابا خويا بحال انا، خويا راجلي ما بغيش يجي عندي عند راجلي، فهمتي؟ فهمتي كيقول زعما الا تعالجت اختي ما تسيقش اخبار، عائلتي ما يسيقوش الاخبار، فهمتي هادشي اللي كاين. ودابا هو كون عالجو راه ماشي مشكل، وهو ما عالجوش وبقيتي حابس عليه. قالك مني كيهز، عاود لي خويا قال لي مني كيهز العكاكز، كنقول شي واحد جيب لي العكاكز، كيقول لي لا غيصيفطني. وشويه قال دابا كيقول لي راه قال لي صافي وصلت 3 شهور ما عنده ما غيصور. ودابا حاليا دابا السيد راه دابا ما واقفين عند الدار عندي كيمشيو ويجيو، انا ما ماشياش حيت خويا اصلا ما بغيتش يطلع مع الدروش. 3 شهور بقى شاد الدار 3 شهور قال لك و20 يوم عاد ولا كيتمشى بهذوك العكاكز حتى عطاه المقدم الله يجازيه بالخير والله يرحم ليه الوالدين. قال لك المقدم ديال عكاش. المهم انا راه ما عرفاش تما بزاف، هو اللي عطاه دوك العكاكز باش خرج للطريق وتلاقى مع هاد السيد وصيفطو عندي انا. قال لي غتمشي تسولها فين فين فين. والسيد حاليا كيقول لك قال لينا اذا احتاجوتوني هذاك الشيء اللي وصلتو لك راني نقول. وكنتمنى من سيدنا والحموشي والجمعيه وحتى نتوما الله يسهل عليكم والبوليس، واخا هو كيقول لك انا البوليس ما عندك ما غتصور ليا، هو كيقول خويا كيقول لك البوليس ما عندهم ما غيصوروا ليه. الله يجازيكم بالخير، هادشي اللي بغيت انا، بغيت احق خويا يبان صافي، هادشي اللي بغيت. الله يجازيك بالخير، الله يرحم لك.